التحدي ديالنا اليوم هو أن نقنعوا لجنة التحكيم بديك السكتش اللي عندنا، وعندنا 5 دقائق ورد البال. صافي، هذا واحد المثل كيقول من الحب لا يقتل. الحب، الحب هو واحد الشعور فانتاستيك. انا حشمتنا صاحبي، الناس كيشوفوا فين حشمتينا صاحبي، حشمتينا. انا عندي واحد القصه على الحب من ايام ديالنا زمان، ويا سلام. انا سمعك كتهضر، يقول عندك 99 سنه. انا اول مره غادي نحب كنت باقي في الكش ديال الوالده. الكش ديال الوالده ديال ما وكيبقيت لها زعما الكش ديال الوالده ديالك شفاف ولا كنتي كتشوف العالم الخارجي واقيلا ياه. انا بغيت، انا حبيت المصرانه الزايده. كانت واحد المره فواحد العرس مبرزه تما لابسه التكشيطه، وانا كنت موزر تماك. نعم بالسلامة. المعي الغالد، المعي الغالد، المعي الغالد كان خاطب الجهاز الهضمي عامين. قلتينا هكذا قول لي واخا نسمع. وعقت بينا الوالده، عقد فينا كنبغيو بعضياتنا، وهي تمشي دير العملية وزولاتها، وخلتني وحيد كنعاني. الله يكعني بالك. شوف ليك مع شي سيرينات ولا شي معدن نسيكو وتخرج ليك المعي الدقيق مودنك. والناس زمان قالوا الحب الاول علي تعول، ولا مشى الحب الاول اللي ماجي ما يطول. تتبع لي الناس زمان صافي صاحبي، سكتنا مرة كان من القوال ديالك وقوالك. دابا غير انتينا الله يرحم بابك، وصف لي الحب، هاد الحالة ديالك وصف لي الحب كيعامل. يالا يالا ما نعرف والو، ما عرف وصف مالك. وانا كنحشم انت اللي قالتها لي. قال لك كيحشم، دابا لو جات الحشومة وصف لي الحب. ما تخافش يالا، انا غنسمع لك. ما تخافش، ما تديش، ما تخاف، غير وصف لي شنو هو الحب. الحب شنو معنى الحب؟ قول الحب شنو هو؟ قول لي، ما تحسبش. الحب هو احساس ينبع من ينبوع القلب. هيدا راه الطلبيصه، ما كتحشمش، كتقول لي كتحشم، هذا هو الحب بالنسبه لي. ها قول لي. وانا كنت كنحشم، انا ما نقدرش نقولو. انت كتحشم، هذا وجه الحشومه، وصل الله يعطيك الايبولا في البنات. ايبولا؟ هادو ايبولا. انا ما بقيتش كامل داك الشيء، كبرت شي حاجه. شنو ما بقيتيش كتعمل؟ ما بقيتش كامل بولا. شنو هي البولا؟ كبرت داك الشيء، ما بقيتش كامل في الصور، رجعت كامل في الشوط صافي. هكذاك، كيفاش زعما؟ ما انا كبرت، قطعتها. شنو زعما قطعتي؟ قطعتي الشجره؟ داكشي. انا كنهضر لك صاحبي على ايبولا. الايبولا شنو ايبولا؟ بعدا وسخت لك حال. وسخت لك حال كاع صاحبي، اش نقول لك؟ واش ديال وسخت لك حال؟ واش دابا انت بغيتي تحمقني ولا تطيحني ولا تقتلني؟ وسخت. اسكت صاحبي، اسكت صاحبي. موالين ها كيسمعونا، راه عرفتي راه قدروا موالين 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 ايبولا، راه قدروا يسمعونا. وما تعرف يقدروا يمسخونا ويرجعونا شي قروضه ولا شي سرق الزيت. سرق الزيت؟ انا سرق الزيت باش نخلع النساء غير بلاتي. انا نرجع سرق الزيت باش نبقى نخلع النساء، ما عنديش مع النساء. فني وعلاش زعما يمسخونا؟ موالين ها كيصنعوا المرض وعاد كيصنعوا الدواء. دابا عاد عرفت، عاد عرفت. واش عرفتي؟ لان انا كنمشي عند الطبيب كاملين قوي البات، ملي بالليل كطلع معايا سخانه كنلو في الفراش، ديك الصباح كنمشي عند الطبيب وكيعمل لي دواء اخر يصدق هو اللي رابح معايا الفلوس. واش دابا انا كنهضر لك في موضوع انتينا كتبغي تطرطقني كتحمقني؟ واش انتينا كتدخل لي هيدا، انا كندخل لك هيدا، وانت كتدخل لي من هنايا كتخرج لي من هنايا، واش تحمقني دابا؟ انتينا موين حمقتيني وانا نحمقك؟ بلاش بينا نتحماقو زعما نشوف حالنا.
دابا عرفت شنو غنعملو؟ هضرنا على الايبولا، هضرنا على الماء الدقيق، هضرنا على 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 كلشي. عرفت شنو غنعملو؟ غنخرجوا بحالنا من هنايا، غنعملوا شي طاجين وغنمشيو غنقولوا لهاد الناس بالسلامه، يلاه بحالنا.